في بداية أشغال المجلس الحكومي أكد رئيس الحكومة على أهمية النصوص المدرجة والتي تتعلق بقضايا جوهرية سواء على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي أو الإداري. بعد ذلك صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي يأتي في إطار تفعيل مقتضيات محضر 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي، والذي دعا إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح. المشروع يهدف إلى منح هذه الفئة تعويض يساوي مجموع الاشتراكات ديالهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق. الأموال اللي قدموها غادي ياخذوا تعويض يقابلها زائد معدل الفوائد الصافية، وذلك من خلال تقديم طلب في الموضوع داخل أجل أقصاه 5 سنوات. إذن كاين 5 سنوات الإنسان اللي تقاعد وبلغ ما بلغش 3240 يوم من حقه يتقدم طلب يرجع عليه الأموال اللي ساهم بها والشركات ديالو زائد معدل الفوائد الصافية. إذن عنده 5 سنوات، وبالنسبة للمتقاعدين منذ سنة 2000 عندهم أجل سنتين. كما صادق المجلس على مشروع قانون يهدف إلى تسهيل وتبسيط المصادر المتعلقة بإحداث وسير شركات المساهمة وإصلاح نظام الاتفاقيات المقننة وتحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة وضمان الشفافية في حالات الإدماج والانفصال وتأطير عمليات شراء الشركة لأسهمها. بعد ذلك صدق المجلس على 3 مشاريع مراسيم تهم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتعلق الأول بالإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين من خلال تحديد مسطرة الإلحاق بالإدارات العمومية والجماعات الترابية أو هيئة أخرى، مع توضيح كيفية التنقيط وفتح إمكانية ترشح الموظف الملحق لشغل منصبي رئيس قسم أو مصلحة، وكذا توضيح وتبسيط مسطرة إدماج الموظفين الملحقين. المجلس الحكومي صادق أيضا على النص الثاني المتعلق بالوضع رهن الإشارة من خلال اعتبار الموظف الموضوع رهن الإشارة تابعا لإدارته الأصلية من حيث حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد والاستفادة من التعويضات التي تمنحها الإدارة المستقبلة. كما صادق المجلس الحكومي على النص الثالث والمتعلق بتحديد شروط وكيفية مباريات التوظيف في المناصب العمومية من خلال تبسيط الإجراءات بما يضمن مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين. حصر لائحة الانتظار في حدود المناصب المتبارة بشأنها عوض نسبة 20% من عدد المناصب المتبارة، وتحديد صلاحية لائحة الانتظار لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة عوض نهاية السنة التي أجريت المباراة خلالها. المجلس الحكومي قرر تأجيل البت في مشروع مرسوم يهم النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمتعلق بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، كما صادق في ختام أشغاله على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يهم الأمر كل من السيد محمد عدناوي عميدا لكلية الطب والصيدلة بالرباط، السيد عبد اللطيف سهيل مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بمراكش، السيد عبد الكريم فتح الله مديرا للموارد البشرية والمالية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والسيد عبد الرافيع رويحل مديرا للموارد البشرية والمالية بوزارة العدل. تروم تبسيط المصادر الإدارية وتحسين مناخ العمل وكذا تشجيع الاستثمار وخلق المزيد من مناصب الشغل ودعم النمو الاقتصادي. إذن هي مبادرة تهدف إلى تقريب الخدمات الإدارية من المواطن. اليوم تم التوقيع على 4 اتفاقيات. 4 اتفاقيات تخص مناخ الأعمال، يعني المقاولة، تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار عبر تبسيط 70 إجراء يخص 4 مجموعات من المصادر. المجموعة الأولى تخص إحداث المقاولة، والثانية تخص تفويت الملكية، والثالثة تخص الربط بالكهرباء، والرابعة استخلاص ضرائب.
توفير شروط أمثل للمقاولات وفق مرسوم خاص بمجال البناء والتعمير سيساهم في تبسيط المساطر الإدارية للحصول على السكن. المرسوم الذي يؤسس لشروط جديدة للحصول على رخص السكن ورخص البناء، وفي ذلك يمكن أن نقول بأنها خطوة أساسية، لأن هذه 21 عام ونحن كننتظر أنه المقاولين سهلوا الوضعية على هذا المستوى، سهلوها للمواطن. كتعرفوا بأنه في بعض الأحيان الرخص ديال البناء يمكن تطلب أزيد من سنة ونص، فلذلك وضعنا الشباك الوحيد بالنسبة للمدن اللي عندهم أزيد من 50,000 نسمة، وبالنسبة للمدن اللي عندها أقل من 50,000 نسمة درنا شباك واحد على مستوى الأقاليم. 52 إجراء تبسيطيا من أصل 70 إجراء سيتم تفعيلها ما تم الشهر المقبل، أما الباقي فسيتم إجراؤه ما تم هذه السنة.